الأخبار القادمة من تندوف، المجال الحقوقي كذلك يضغط بشدة. أنت في جنيف تتابعين كذلك شهادة موجعة جدا لأشخاص تعرضوا لانتهاكات جسيمة وضربات موجعة لكرامتهم. أولا، كيف يضغط الملف الحقوقي على المسار الأممي؟ كيف سيكون مآل الأمور خاصة فيما يتعلق بالجانب الحقوقي؟ اليوم لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لا يعرف ما يقع. نعم سيدة جوهرة، الملف الحقوقي يبقى جانب ضغط قوي جدا، فلا ننسى بأن الملف في الآخر هو ملف مأساة إنسانية بالدرجة الأولى. هناك أناس يعيشون داخل مخيمات تصعب معها حتى عملية التصنيف، إن كانت مخيمات لاجئين أو محتجزين، هي مخيمات خارج إطار قواعد القانون الدولي وبالخصوص اتفاقية جنيف للاجئين. لاجئون إن صح التعبير بدون بطاقة لاجئ، بدون تقارير حماية، يسكنون في خيام حتى الآن بعد قرابة 5 عقود، لا يتمتعون بالحق في التنقل، الفضاء العمومي محكم بجدة، هناك تردي كبير للحقوق المدنية والسياسية، وأيضا تردي كبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا إن تحدثنا عنها، حيث ظل البلد المبيد دولة الجزائر بعيدا بمخططاته عن كل ما يقع داخل المخيمات، بعيدا عن الانتهاكات التي تقع. أكيد هذه المخيمات الشاذة والبعيدة عن قواعد القانون الدولي تسائل ضمائرنا ككل، تسائل المنتظم الدولي، كما تسائل مهمة السيد ستيفان دي مستورا في مهمته الأولى. أكيد أنه قام بجولة استطلاعية في مطلع سنة 2022 ووقف بأم عينيه على ما يقع داخل مخيمات تندوف، رأى بأم عينيه كل شيء. وأكيد أن بروفايل السيد ستيفان دي مستورا الذي يعني تدرج بالعديد المناصب الأممية والدبلوماسية وخبرته حتى في العمل الإنساني ومن خلال إشرافه على العملية أيضا بشكل مباشر على مخيمات اللاجئين، أكيد هو سوف يلاحظ منذ الوهلة الأولى ذلك التباين الكبير وتلك المخيمات التي ترضى حتى الآن على تحت ظروف إنسانية قاسية لا يقبل بها في القرن 21. أكيد نحن هنا نتحدث عن مخيمات تعرف الكثير من الانتهاكات، وأكيد أن الكثير منها معروض أمام يعني قضاء خارجي من أجل كجرائم حرب. وأكيد أن أيضا لا زالت حتى الآن سياسة الإفلات من العقاب هي المكرسة داخل المخيمات. الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث أن أكيد جبهة البوليساريو التي اعترفت بقيامها بالانتهاكات العديد من حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندوف إلى جانب العناصر الأمنية الجزائرية، ولكنها لم تقدم ضمانات كافية لعدم تكرار الانتهاكات، وخصوصا القتل خارج نطاق القانون، الاعتقالات التعسفية، التعذيب داخل مراكز الاحتجاز أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، وأيضا العديد من الانتهاكات التي تبقى جبهة البوليساريو بتواطؤ كبير جدا وبكل تنصل من بلد مضيف لالتزاماته التي تدعوه لتوفير الحماية لساكن المخيمات. الجزائر لها مسؤولية كبرى أخلاقية قانونية داخل في هذا الملف، وهي التي تنأى بنفسها حتى الآن عن تناول أي ملف لانتهاكات تمارس ضد ساكنة مخيمات تندوف. هذا الوضع الشاذ أكيد يسائلنا ككل، يسائل سيد ستيفان دي مستورا في مهمته الجديدة ويسائلنا ككل، وأكيد سوف يبقى هو ملف حجرة عصرة، لأن يجب أن ينطلق الحل من هذا الإطار. إذا كان فعلا سيد ستيفان دي مستورا مخلصا لمبادئه ولتجاربه السابقة ويريد استثمار ذلك التراكم الإيجابي الذي رقمه حتى الآن، يجب أن ينطلق من حل المشكل داخل المخيمات إن كانت تعد مخيمات لجوء. يجب تكريس الوضع هناك والضغط جيدا على البلد المضيف دولة الجزائر من أجل الالتزام بالتزاماتها تجاه اتفاقية جنيف للاجئين، وأيضا التزاماتها في إطار القانون الدولي الإنساني وأيضا القانون الدولي من أجل إقرار بصفة لاجئ لساكنة مخيمات تندوف. هذا هو الوضع عليه، وأكيد نحن هنا فقط لكي أختم
وأقول أن المخيمات وصلت فيها درجة الانتهاكات والانفلات الأمني درجة ينضق معها ناقص الخطر. يعني الأمور قد انفلتت من بين يدي البوليساريو، وأكيد أن البلد المضيف الجزائر بعيدة عن كل هذا، لذلك نحن نحمل أي تطور آخر للمنتظم الدولي وبالخصوص للمهمة الجديدة للسيد ستيفان دي ميستورا.